هي راي اسم دجاجة، دجاجة كي تكون ظريفة عيطولها عالتوقة، هي فلوسة متعدية هكايا تبلنج عليها شدها من غاديك خرجت كلمة عالتوقة. ما هو اسمه السابق ساسي مولود في راس الدرب في باب جديد، معناها صغري معناها بديت نقرأ في الحومة غادي في المدرسة. المدرسة فيها معناها شطر، المدرسة كلهم يلعبوا كرة، عندنا بطحة في الحومة غادي نلعبوا الكرة قبل ما ندخلوا المدرسة، نلعبوا الكرة قبل ما بعد ما نخرجوا من المدرسة، وإحنا صغار ما تعرف كل واحد صغير يحب واحد يكون افون سونتر، الآخر يحب يكون ظهير وكتبعوا. أنا حبيت العياشي على خاطر العياشي من الحراس الممتازين في تونس، هو المحلي عينينا قال عياشي يلعب في تونس وفي المنتخب. من راس درب هبطت الباب جديد، باب جديد شكون فما؟ فما تارزي، الوالدة حطتني عند التارزي نتعلم صنعة. تارزي هذا كان من الناس الباهين. لما انا بعد لك يا صادق اللي عرفتهم وانا صغير كان يعتبرني كيف ولده، اما هو يحب الملعب التونسي، حب يهزني الملعب التونسي. مشيت انا الملعب التونسي، مشيت انا حتى الباردو وانا صغير، هبطت من راس درب حتى الباردو خاطر عارفي قال لي لازم تمشي وخذ لي موعد ومشيت الغادي ما عطاونيش اعتبار معناها ورجعت. لما رجعت له قلت له راهو هكا وهكا راهو ما خلي ما يمشى عندنا النادي الافريقي، هاي مقابلتنا النادي الافريقي. راسي عارفي كان يهزني فابيو مولي جول كبير في الكليوب، وكان فابيو اول ما باش يعرس فابيو جاء عمل كسوه عندنا باش يعرس به وانا ما نعرفوش. لا بروميير فوا جاي لو بليزير دو فوار اتوغا فوز الي بتيت رير، سيتي لو جور وي لا بورتي لو كوستوم دو مارياج دو مون ماري. Parce qu'il était, j'ai l'impression qu'il devait être chez le tailleur qui est à Bebejdid. Et c'est lui qui a eu le plaisir et pour moi la joie de voir le costume de, Marie, de mon mari arriver avec Atouga. Qui j'ai Fabio, il a dit qu'il n'y avait pas de frère. Il n'y avait pas de frère. Il n'y avait pas de frère. Il n'y avait pas de Fabio, من الناس اللي كون برشا ملاعبي من مطار الشايبي منهم جمعية كاملة كانت النادي الافريقي هو اللي كونها. كان فابيو كان يشدو ملي صغير ويخدم معاه ويراني فيه مع الاجيال الكل، هذا اللي خلى معناها صادق ممكن عمل الكاريير الطويلة والكاريير الكبيرة هذه. او كان انا ياخذني منين معاه ويخليني حتى لليل مع الاكابر ومع الواحد، وهو يقول لك تتعلم فهمت، بس كان ما عندي ما نعمل. كنا صغار كان فابيو يراني فيه وقت مع الزرقاء وكل شيء، قال فابيو بيدو انترونور كبير ياسر، قال هذا الفيتور جاردان نتاع تونس، قال مستقبل تونس. اداريين او ملاعبيه في الاوساط الرياضيه في تونس الكل كانوا يتكلموا على شاب اسمه صادق ساسي والطاهر شادي يلعبوا في الكاديه كلوب افريكا، ولات حتى ناس تتحول يوم لحد في الصباح باش يشاهدوهم، ومنهم كثير إيطاليس اللي يقولون منهم الأخير. كان عندنا حارس كبير اسمه الزرقاء اللي في المنتخب واللي ما أنا حتى حد ما يقدر عليه فهمت، وأنا خذيت منه برشا كان صغير خاطر كان فابيو ديما يهزني بحذاه، يبدا يراني في الزرقاء يهزني انا ويقول لي تفرج، فهمت، خزر له بركه، تعلمت منه كثير انا. تأملت فيه وتصورت اللي هو ينجم يوصل للموصل،
رغم اللي كان موجود الزرقاء وكانوا موجود برشا مسؤولين يقولوا صغير ياسر ما نجمش يتحمل المسؤولية حراسة مرمى الافريقي من البداية، ولكن بدأ من الأول يطلع في مستوى رفيع جدا. دليل اللي العام الأول اللي بدأ معانا هزينا البطولة. أول سنة متاعي ما ناجبنا بطولة احنا، أنا وطاهر الشايبي ومعنا المدرب اللي نحكي لكم عليه، معناها من خيرة المدربين اللي عرفناه في حياتنا. النادي الإفريقي كان يتمرن بحدا التجيان، وإحنا اللي باش نهبطوا نتدربوا في ناس عيد أبو بكر، الحافلة تحطنا غادي كان تمشي العشرة متاع الصباح تلقاه يتدرب، كان تمشي الثلاثة متاع العشية تلقاه عطوه يتدرب. كنا نشوفوا عطوقة منا ليه الأسطورة هدايا والنجم، كنا احنا نشوفوه على بضع سنتيمترات. كان مدرب هدايا الختيم بتاعنا فابي كان يدرب فيه، يعني صدق عطوقة كان تشوف يديه من هون كعابر من البلانجونات من يعني خدم ياسر وصل بالخدمة بتاعه. ساعة عطوقة عمره ما يغيب، عمري ما نتفكروا نهار غاب على ماتش، ما تفكرش ماتش لعبناه بلاش بيه. هذا نقول لك معناها سنوات 10 سنين مش هدرا نتاع عام ولا عامين، ما يغيبش على بوقته. أنا دخلت المنتخب كيفاش عاد دخلت المنتخب؟ كانت ليكيب ناسيونال الفريق القومي تاع 16 سنة. كانت مباراة ما بين تونس والحواز ضد صفاقس وما اللي بحث صفاقس الشيرات هذوك. كانت مباراة منتخب مع منتخب باش يشوفوا باش يعملوا فريق قومي صغار. وقتها جيرار جاي يتفرج فينا، كان أندري جيرار مدرب المنتخب الأول جاي يتفرج في صفاقس. تفرج من غدوة كنا نلعبوا مع الجزائر، بعد أسبوع نلعبوا مع الجزائر مباراة ودية. جيرار قال جيبوه فلان، جيبوه خذوني لعبوني ضد الجزائر. أول مباراة كانت أنا كان رئيس الجمهورية نتاعهم جاء أول مرة يجي لتونس. لعبت الماتش خرجنا 0-0. بدينا من أول ماتش عام 63 وقت الفريق القومي مشى يلعب مع الكوت ديفوار، بعد وإحنا ما مشيناش وقت هزوا 7 من الإطوال وهزوا الزرقة نلقى سوليد صغير صادق عطوقة جول مكلوق وربحنا موعد بلاش. صادق عطوقة من وقت خذها شهرة كبيرة ياسر، تفكر هبطلنا سي المزالي واحد وقال انتم ما مكونش في ليكيب ناسيونال علياني والصادق عطوقة. قلنا له رانا لا واحد الجمعة اللي بعد عيطونا ليكيب ناسيونال، بدينا مك الوقت نترناو. وساعة توكا كان أصغر صغير الجينيور ليكيب ناسيونال الجينيور، معناها كان هو وطاهر الشايبي. مك الوقت كان ظاهر لي جول باش يطلع حارس مرمى كبير ياسر. جول معناها 17 سنة ونص معناها يشد في ليكيب ناسيونال، ما هو سهل مش على المستوى الإفريقي ولا العربي، حتى على المستوى العالمي. كي نقول لك انا بين 13 و16 سنه وحتى 17 سنه وهو حارس اساسي في المنتخب، ماهوش اي حارس معناها ينجم يعمل الشيء هذايا. احنا في تونس كانت عندنا حراس كبار، كان درويش، كان عبد الله، كان طبقه، كان حراس كبار معناها كان عندهم صد منيع اسمه عطوقة. معناها لولا ما كانش عطوقة كان كل حد ينجم يكون حارس تاع المنتخب، وحارس خاطر تو حارس مرمى ثم اللي جيه كرة سهلة ياخذها، ثم اللي هو لا حارس مرمى ينحي الأهداف ينحيهم أهداف يعني 100% وينحيهم. أنا تفرجت عليه وعديت معاه 8 سنوات، ساعة ما يوصلوش باش يسجلونا، فهمت؟ صادق ساسي في مثلا وقت تبدأ وجه لوجه مع المنافس، صادق ساسي معناتها يبرز ومعناتها ويفسخ هدف معناتها 100% من اقدام المنافس. صادق كنت صغير نعيط له صيد،
سيد معناها في الكوم معناها يدخل الشك في في المهاجمين المنافسين معناها اللي باش يخرج له رصاص يدخل بال ويشك في روحه زعما نمركيها زعما نمركيهاش. من خاصيات الحراس اللي جابه هو دخل الحراس في تونس اللي ملعب كامل يبدا فيه كما الملعب هذايا نتاع المنزة وقت اللي يبدا فيه 40,000 و50,000 متفرج بالعيطه نتاعو نجم يفزعه يفزعهم مش احنا لاعبين اللي بجنبه كيف يعيط لاس واللي يعيط واحد وفايز الناس كل تبعه. صادق سازي كان ما يسكتش صدق منه مرة قلت له اسكت خلينا نلعب تنمو يعيط تنمو قلت له انت عليك كان اللي يهرب مني شد الكرة كي يهرب مني لافونسونتر انت دبر راسك واني الفوق خليني رايد الفوق معاني والحمد المغير معناها الفوق معناها بون جدتات كان في الكرات العالية مثال الكرة كي باش تخرج من غادي على الجنب مفروض وقت اللي يبدا ملاعبي ضد لاعبي انا نخرج نعمل كوفرتير محسن حباش يكون حاصر المدافع ولي عطوق عمرك ما تلقاه واقف تلقاه ديما يتكلم يا احمد دخرج لهذاك يا محسن قدم الملاعب هذاك او جاي الاخر من 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 الجنب هذا يرد بالك ديما كان يتبع ويبدا يتكلم وهذاك الحارس الكبير مش الحارس اللي يبدا ساكت الحارس الكبير اللي يسير الدفاع نتاعو ويسير فريقه. وانا من الناس اللي كي نلعب الكوره نلعب حارس ما نسكتش ديما نتكلم شد هذا ورد بالك من هذا وهذا راه باش يشوط وهذا خليه يشوط فهمت نرفز شويه الجزائريين وشويه المغاربه وشويه ولا واحد مثال شاط نعمل له شوط نجي لبرا نعمل له هكا معناها دي جيست حلوين معناها مش كل واحد باش دي جيست طيبين. اول مره نشوف حارس مره تقريبا يعني 70% و 80 فاز على المنتخب الجزائري لماذا؟ يعني لأن الحركات الطريقة اللي يلعب بها يعني ينرفز اللاعبين ينرفز الجمهور وخاصة في الأخير يعني يغير القميص مع لاعب جزائري أو الحارس ويروح يعني يتقدم للشعب يعني يطلب السماح هذا شيء عظيم. العيب نتاعو معناتها يتغشش عليك ينفعل طول 90 دقيقه معناتها في وقت المقابله لكن لما ندخلوا حجرات الملابس بالاعناق وبالحضن ويعطينا توجيهات ونشوفوا معناتها تحس باللي صاب احساسي معناتها هيك القلب الحنين اللي يحبك يحب صاب احساسي يحب من الاعماق ما عندوش مجلات صاب احساسي. فما حاجات ما نجمش نساو وقت من الاوقات تعبت كنت مريض وقعدت في فرنسا كان صادق كل اسبوعين ياخذ طياره باش يجي يطل عليها معناه وكان متاثر حقيقه معناتها كيما خوه بالنسبه لخوه معناتها شيء هذا ما نجمش ننساه. كنا اصحاب برشا ما نتحاسبوش في الفلوس حتى خارج تونس ما عنديش انا فلوس كان يعطيني ما عندوش هو فلوس كنت انا نعطيه عمرنا ما تحاسبنا في الفلوس ولتوا الدقيقه هذه كنت لقاو بالقدر ونحترموا بعضنا برشا. صاحب الناس كل ما عندوش منافسين صاحب نكته بصراحه ما يمش الزياده باش نحليه الكلام ولكن هذا هو امس كما تعرفوا اليوم هذاك هو الصادق. الصادق عمره ما يوري لا الم نتاعو وحتى الفرحه نتاعو ما يوريهاش. الصادق على ما انا عشت معاه صادق يحزن من داخل ويفرح من داخل ولكن انت كي تخالطه برشا تحس بالشخص اذا هو متقلق بعد على صادق من الكلام والدول صادق عطوقة اعطاه شخصيه للكره التونسيه. تعرف احنا
السنوات اللي كنا نمشيو فيها لافريقيا لقينا برشا اولاد اسمهم معطوقه، برشا حراس مرمى في افريقيا، في ادغال افريقيا اسمهم معطوقه. كل من تحول لتونس رغم غياب البارابول مثل اليوم او الانترنت في كل مكان من المطار الصغار والكبار والناس كلها توقات 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 في كل مطارات في غينيا في المالي في كوت ديفوار في غانا في كل مكان وفي الملاعب في التمرين في كل مكان توقات 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 الناس كلها اصبحت معجبه بالسابق. Pour moi, Touga fait partie des meilleurs gardiens d'Afrique. Déjà, il était jeune gardien. À 17 ans, il faisait déjà ses prouesses parmi ses grands. Je pense que c'est un joueur, j'allais dire, un gardien émérite. أول مرة يعمل منتخب أفريقيا عيطوا لي أنا وتميم. أنا مشيت وتميم ما مشاش خاطر تميم كانت عندهم مباريات كاس وترجي قالوا له ما حبوش يسيبوا. Je l'ai connu en 1972 à l'avènement de la Coupe d'Afrique, à la mini Coupe du Monde du moins, en 72 au Brésil. وعديت معناها فترة باهية الحق. ونشكر سي عزوز. خاطر سي عزوز هو كان حد اخر يمكن ما يسيبنيش. أتوغا نا با بي تيرميني لا سيليكسيون دو لا ميزور وو إلا إيتي رابيلي با سون كلوب بور ان ماتش تخيز امبورتان تونيزي. جيت من البرازيل لعبنا مع شيمينو ربحناه ولعبنا مع الفينال مع ستة تونيزيان ربحنا نزيبو وهزينا الكاس. وقتها سي عزوز قال لي باش نسيبك. خاطر انا كنت ماشي لساتيتيان. قال لي تو نسيبوك اي جيب لنا الكوب تو نسيبوك. جبنا الكوب ولتو نستنى باش تسيبوني. كيف رجع جاء المطلب تاع سانتيتيان ما قلتلوش نهز الكوب وتمشي لسانتيتيان. قلت له كان باش تمشي لسانتيتيان هاو الظروف اللي باش تعيش فيها وهاو الظروف اللي عندك في تونس. احنا نجموا نكونوا لك امكانيات في تونس اللي تكافي وزياده سانتيتيان على ما هي. مباراة تونس والبرازيل معناها تونس كاملة معناها قبل ما تجي البرازيل تونس كاملة متجندة باش يشوفوا الماتش معناها أول مرة البرازيل تجي لتونس وفرصة باش نشوفونا مع البرازيل وكانت معناها مباراة ودية وبعد يمشيوا هما لكأس العالم خاطر هما كانوا مترشحين ماشيين لكأس العالم فبدينا الماتش معناها بدينا بداية الحق البداية كان محددين حقيقة اللي جاب هدف على البرازيل شقرون محي الدين وهدف 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 محي الدين وهدف نلعب وغانيا غانيا رينا بيردر معناها نربح ماناش للربح نلعبوا مع البرازيل وبالعكس وقت اللي انت تحط روحك معناها تلعب مع فريق كبير وتعرفوا اللي اقوى منك وقتها تلعب نهارتها الشوط الاول الحق كنت معناها حاضر وعملت شوط كويس معناها والشوط الثاني معناها جات فاول نتاع ريفيلينو وشات هذا انا كي منعت الضغط على العارض برشا ناس يقولوا خرج بالعالي واحد حكايات نتاع فما واحد ما يلعب مع البرازيل اول ما مرة في عمره يجي البرازيل ويحب يخرج من الماتش معناها لفقوها واحد. توقع تضرب ما تضربش هو الحقيقة ما تضربش كي الضربة اللي تنجم تخرجها. هو كثر عليه الضحك والشوط. تاريخ معناها تاريخ باهي واحد كي يلعب مع فرق كما هذم معناها اللي نسمعوا بهم معناها. روسيا تسمع بها والبرازيل تفرج فيها وتقعد تفرج فيها وتبدا تلوج باش تفرج في واحد من اللاعيبه نتاعها. حطوك نتاع الناس الكل نتاع الناس اللي تحب الكره التونسيه نتاع الجمهور اللي تكون المنتخب نتاع 78 الجمهور هذا شكون يكونه؟ كونه على طول.
قبل لازمك تربح افريقيا كامل باش تمشي لكاس العالم. قول كيف باش تعدي؟ لازمك تعدي الجزائر وتعدي المغرب وتعدي نيجيريا وتعدي الكامرون وتعدي المالي وتعدي معناها شاقة الحكاية، معناها مش سهلة. عطوك قبل ما تبدأ ما كانش معنا، كان قرر أن يعتزل من المنتخب أسبوع برك، أسبوع قبل مباراة تونس والمغرب في دار البيضاء، وتعرف الألاف التوانسة اللي مش تتنقل، والنجم النجم الرياضي الساحلي نخسروا مع قروان في سوسة 4-1، وحارس المنتخب اسمه لبين بن عزيزة. تصور أنت في بيتك في الليل وما زال أسبوع، مش أسبوعين، أسبوع للماتش، مش تعيط للصادق توا يقول لك توا تعيطولي؟ كيفاش تعمل؟ قعدت ليلة كاملة نخمم في الآخر، تحصلت على سي رضا كريم وعلى طبيب اللي قريب للصادق، وأعلناه اللي إن شاء الله يكون في التربص نتاعنا يوم الثلاثاء. نهار الثلاثاء مشيت المغرب نشوف المغرب مع نانسي اللي كان يلعب معها بلاتيني، ما زال ما وصلش للفندق ولا مرضي، ولكن لما جيت نهار الثلاثاء بعد دقائق قبل التمرين يقايل مرتاح متجند، والمسيرة أو ترشح لتونس بالأخص في المباراة الثانية ضد المغرب لما تعرض أو شد أو بعد ضربة جزاء الحاسمة تاع فاراس. ما كانش احد في الملعب يامل فيها شيء، كذلك اللي له دور كبير مع الشتالي عطوقة محمول على الاعناق. يبقى حارس عطوقة كما نشوف تصفيات كاس العالم 78، يعني كلها تقريبا 50 مباراه كان في الاداء، يعني كما قلت كان تقريبا 50% على التاهل هذاك، وللاسف يعني احنا كجزائريين كلاعبين سابقين يعني قدماء تأسفنا ما شاركش المونديال يعني، لكن يظن هو فير بلاي والتربيه اللي عنده الاخلاق وباش ما يريغريتيش باسكو النادي كان في المستوى المطلوب. قدر ما تفاعلنا مع الانتصار مع المكسيك، قد ما تفاعلنا مع المردود، الكل كان بدنا نشوفوا عطوقة في المكسيك، خاصة هو في نهاية المشوار نتاعه، لكن مع الأسف الفرصة هذه ما تعطاتش لعطوقة، وأنا أعتقد أن كان بالإمكان. قعدت لي كي الغصة، هو اللي ما جيت شتالي ربي يهديه وربي يسامح، اللي خلى مسيرة وكاريير نتاع ملاعبي في حاجة الصادق ساسي عطوقة، واللي ترشحنا لكأس العالم ما نقولش هو، لكن هو ساهم فيه بقصد كبير كبير كبير. الأخرى أقل حاجة كان ينجم يعملها مجيد شتالي هو كان ينجم يشارك الصادق ساسي عطوقة حتى في شوط الأخرى للتاريخ. ماهوش سهل باش مدرب ياخذ قرار و يطلع من التشكيلة الحارس الرمز المنتخب التونسي بعد 20 سنة كورة تقريبا، وكان عنصر من العناصر البارزة اللي سمح لنا باش نمشيو لكأس العالم. وصلنا 5 من المنتخب قاعدين على في بنك الاحتياط، أنا ومصف الخويني وصادق ساسي، معنا عدة لاعبين اللي احنا نلعبوا في المنتخب معنا أساسيين. اللوم للممرن المرحوم ناجي ممرن النادي الافريقي ويعرف المنتخب، والناس كلها متجندة على المنتخب وقت اللي ترشح بعد مباراة مصر،
وهو اللي يعرف حاجيات المنتخب ما يلزمش لاعب يقعد 6 اشهر ما يلعبش. الشتالي هو انترنور ديكيب ناسيونال، قال اللي يحب جول اللي يشد له في سنتراجات. ونادي عنده طول وعنده قامه والكل اختار النادي. اما ناجي ما عنده حتى دور، عمرنا ما خلينا ناجي ناجي نجم يبدل عتوقه من ليكيب تاع الكلوب افريكان ما بدلوش. ما لعبش الكاس العالم على خاطر في الكاس العالم ما نجمتش نلعب. ما اسمح ليش الوقت. ما عنديش جمعيه. انا ديما نقول لو ما جيتش التالي لا هو واحد، اما مسؤولين الكلوب اللي هما سمعوا نجي فهمت. اما انا بالنسبه لي انا فرحان لتونس. لميت يكون مدرسه عتوقه في تونس يكون لنا حراس كي بعتوقه، وماذا بينا معناتها بالمناسبه معناتها النوادي التونسيه معناتها تكون لنا حراس في مستوى وفي حجم وفي مجد وتاريخ عتوقه. انا نعرف روحي قمت بواجبي كنت عاده وسلموا علي، وانا عندي تو 35 سنه ما لعبش كوره. كي سلموا علي نعرف اللي جيني في مخي اللي نقول والله يا ريت هاهم على خاطر على خاطر الكورة. احتفالات كبيرة بملعب رادس خاصة لما يكون معنا الأسطورة حارس مرمى المنتخب التونسي والنادي الأفريقي.